عليكم، عاملين يا رجاله. النهارده انا جايب لكم فيديو حلو، فيديو ازاي تبعت لصاحبك زد بي. ازاي تبعت لصاحبك زد بي؟ دي طبعا مش ببلاش، دي بفلوس. اول حاجه ده اللي بتدفع الفلوس وهو بياخده كهديه. كهديه انتوا لما تبعت له كده وهو بياخد روبونيك جيفت. طبعا انتوا عارفين ايه هو روبونيك جيفت. روبونيك جيفت هو اللي هياخده مش انت. انت لما بتبعت له زد بي وزد بي بيجي له، انت كده بعت له زد بي هديه، بس جي ام بيديله روبونيك جيفت. خش على اعملك عادي، هتيجي ناو تدوس ناو، تيجي على اول واحده دي وتدوس عليها، وبعد خطوه بخطوه ماشي. دلوقتي انت عندك حلين. الحل الاول ان انت هتشحن من وان كارت ده لنفسك، ده هيجي لك طبعا الجيفت على طول، هيجي لك انت روبون الجيفت لو انت شحنت لنفسك. طبعا انتوا عارفين ازاي بتشحن من وان كارت. انت بتشتري كارت من وان كارت، بيجي لك رقم التسلسلي بتكتبه هنا اهو، طبعا هيجي لك زد بي على طول. انا دلوقتي بنتكلم ازاي تبعت لصاحبك زد بي كهدية. بطاقات مدفوعة مسبقا، هتدوس على ريكس توي ماشي. اول ما تدوس على ريكس توي طبعا شوف انت معاك قد ايه فلوس، شوف انت عايز تبعت له قد ايه. مثلا نقول لو 10,000 ماشي. دلوقتي في حركتين، انت طبعا زي ما اتكلمنا في الاول قلنا ازاي تشحن لنفسك زد بي من وان كارت عادي، هيجي لك روبون الجيفت كمان. هنا برضو في طريقه زي كده، الطريقه اللي ممكن تشتري لنفسك وممكن تبعتها شراكه هديه. تشتري لنفسك، هنجرب الاثنين مع بعض. اول حاجه نجرب شراكه هديه، هندوس عليها زي ما انتم شايفين، هيجي لكم حاجات زي كده اهو. هتختار دي وتدوس كروس فاير ماشي، وينو لازم تركزوا معايا. ينو بقى نقف ونركز كويس في الاكونت. شوف الاكونت بتاعه اسمه ايه، لازم تكتبه بالحرف. لو في مثلا محمد زي انتم شايفين معايا، وفي شرطه او في نجمه، لازم تكتب النجمه، لازم تكتب الشرطه، لازم اي حاجه مكتوبه لازم تتكتب زي ما هو جوه الاكونت اسمه جوه، زي ما هو زي ما تكتبه هنا لازم تكتب زيه. لو انت كتبت حاجه غلط مش هيروح له زد بي، والزد بي هيروح عليكم انتوا الاثنين. يعني انت هتدفع الفلوس وهتروح عليك وهو مش هياخد الزد بي. لازم هنا تاخد بالك كويس قوي، لازم 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 تكتب الاكونت بتاعه زي ما مكتوب جوه في اللعبه تمام. دي لازم تاخدوا بالكم منها ماشي. بعد ما تكتب الايميل وتتاكد ان هو صح، بعد ما تكتب الاكونت وتتاكد ان هو صح، هتدوس هنا اهو ماشي. هيقول لك اهو ارسلها كهديه لاي قيمه وزي اللي هو 10,000 زد بي، وهتدفع طبعا الرصيد. طبعا هقول لك على حاجه، دلوقتي انت دلوقتي عايز تدفع، انت كده كتبت الاسم وكتبت كل حاجه. دلوقتي انت عايز تدفع، دلوقتي انت هيبقى عندك مثلا حساب على ريكس توي، لازم يبقى عندك حساب على ريكس توي تمام. عندك حساب من ريكس توي لازم الناس تشحن لك عليه. الناس تشحن لك عليه ازاي؟ بص ريكس توي ده ليه طريقتين. الطريقه الاولى انك تروح تشتري رصيد ريكس توي من مين؟ من اي موزع معتمد جنبك، اي سايبر كبير، اي مكان بيبيع رصيد ريكس توي او كروت ريكس توي، تقدر تشحن بيها ايميلك لريك ستاي عشان تقدر تشحن وتبعت لصاحبك مثلا زد بي، او تشحن لنفسك زد بي تاخد روبون الجيفت. ده دي طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت تشتري كروت ريك ستاي، والطريقه الثانيه ممكن تجيب نقط ريك ستاي ببلاش. ده ازاي؟ لازم انت هتعمل ايميل. لما تعمل ايميل على ريك ستاي هيجي لك حاجه زي الرابط كده، هتلاقيها في ايميلك. الرابط ده انت هتنشره للناس، صحابك او لاي حد. لو حد دخل على الرابط ده وعمل ايميل واشترى من ريك ستاي، اشترى اي رصيد منهم، انت هيجي لك دولار على كل 8 يعملوا لك كده، تاخد 8 دولار. يعني انت عشان تشحن 10,000 زد بي عايز لك 9 لازم يخشوا على الرابط بتاعك ويعملوا ايميل ويشحنوا عليه، لازم 9. انا ايميلي في ريك ستاي، واحد دخل وعمل ايميل وراح شحن، طبعا زي ما انتم شايفين اهو جالي الدولار. فانت لازم على الاقل 9، اول ما يجي لك يبقى معاك 9 هتدوس ريكستاي تقدر تدفع من ده. ودول كمان كل دول طريقه دفع كلهم زي ما انتم شايفين معايا اهو، كروت ريكستاي. طبعا انا ما معيش الثمن فمش هقدر ادفع. نيجي الحاجه الثانيه، ازاي تشتري ريكستاي لنفسك. يعني ازاي تشتري بدل ما تبعته لصاحبك تشتري لنفسك. بدل ما تدوس شراكه هديه دوس شراي الان.
بعد كده تدوس تأكيد، وزي ما احنا قلنا لازم يبقى معاك 9 دولار. الدولار زي ما قلت لكم بتجيش غير من طريقتين، الطريقة الأولى إن أنت تشحن بفلوس، الطريقة التانية إنك تجيب ناس عشان يجي لك رصيد تقدر تشحن بيه. وأنا كده خلصت. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد كل اللي بننزله. واهم حاجه يا جماعه الشير عشان الناس تستفيد اكتر بالفيديو، عشان اللي ما يعرفش يعرف، فياريت شير لكل الناس وسلام.